شوف يابا، انا عشت طول عمري اضحك عليا من اقرب الناس، مره من اعز اصحابي اللي داس عليا وبعني بالرخيص، ومره من اخته اللي حبيتها وكنت مستعد اموت نفسي واخش جهنم عشانها. وبصراحه بقى انا ما يخلصنيش تفضل عايش مضحوك عليك. انا مين هو؟ من الاخر الواد ابن ايمان. مش ابنك يا مصطفى، مش من سنك. انت بتقول ايه؟ انا بقول الحق وعندي 100 طريقه اتاكدها. ده ودينا فين؟ عارف، وعشان كده قلت لك كلامي هيزعلك. فكني بقى. امسك يا اخويا، شيل الواد يا اخويا كده على دراعك، هننه وحسسه بيك، الواد قرب ينسى شكلك. بالحق يا سلطان، كنت قصدك في قرشين كده يا اخويا، عشان عايزه اروح لامي على طلعه النهار، كنت عايزه اخد لها حاجه كده عليها القيمه تحت باط. امك ايه؟ انت تستقبلها وليه؟ انت مش قايله ان امك مسافره؟ شوفي بقى انت عايزه تزقي على فين وجايبها في امك. تزقي؟ نهار اسود، انت بترمي عليا يا راجل؟ ازق على فين يا اخويا؟ وانا هروح فين يعني غير عندها؟ قول كده بقى من الصبح. انت يا اخويا مستخسر القرشين؟ خلاص بلاش، خليك على راحتك يا حبيبي. بقول لك ايه، ما تبقى تروح لها انت. والله فوت عليها كده، اهو مني تعمل الواجب وتتأكد من كلام حريمك يا سلطان. مفياش حيل يا اخويا، سخن تاني. حاضر حاضر. عملت لك يا اخويا الملوخيه اللي انت بتحبها. كتر خيرك. تسلم. مش ناوي بقى يا اخويا ترضى عني وتقول لي ايه اللي مغيرك بقالك كام يوم؟ وما تقوليش مفيش، الست يا اخويا قلبها بيحس. وقلب الراجل كمان بيحس. سنة عدم المؤاخذة، اليومين اللي فاتوا دول كنت مشغول بالواد ومستقبله، كنت بفكر اعمل له قرشين كده ينفعوا بعد ما اموت. لا بالحقيقة، ايه رأيك؟ فكرت اجيب له حتة محل كده واكتبه باسمه. يا زين ما فكرت يا معلم، بس سايق عليك النبي يا اخويا لتف سيرة الموت دي من بقك. العمر الطويل ليك يا اخويا. سيئة لو رست على محل، يعني هتبقى محتاجة شيء وشويات، انت عارفة الظروف مش ولا بد. حكيش انت قرشين كده ازق بيهم في السكة؟ وانا هجيب منين بس يا اخويا؟ ما على يدك، حتى الصيغة اللي حيلتي كلها بعتها وديتها لاخويا الحاج ربيع. صح، انا بس اللي بقيت بنسى. بس برضه الامر ما يسلمش تكوني شايله قرش كده قرش كده، امك تكون بعتت لك قرشين. امي حسرة عليكي يما، امي ما حلتهاش اللضا يا سلطان، غير القرشين اللي ببعتهم لها كل اول شهر، هي بتتقضى ومستورة الحمد لله. هو ربك ما بيحلش ستره عن عبيده إلا الحكمة.
بيبقى شايلها لوقتها. ربنا معاها بقى. وصرفي اللقمه يا واطي يا بنت الكلب. في يا سلطان مالك؟ انت طالع بره بره. في ايه يا سلطان؟ اطلعي بره. طب ابني طيب يا سلطان. انت تمشي خالص ولو رجلك عتبت حتمت بيتي هكسرها لك، فاهمه ولا لا؟ يلا بره، يلا غوري، يلا.